عندي رحمه التمريه ترك رحمه في البدايه يعني رنتل مش عارفه حاجه للايجار تكستايل رنتل شيف سيرفيس تفكر بالأجر يعني ماستر شيف ما شيف بيجروا الطباخين تكستايل معرفش عارف فرشات الملايات السرير والمخدات بيأجروها يعني والكاربس أي حاجة فيها تكستايل عارف يعني ايه تكستايل مش جاي من تكتشر بس كلمة تكستايل معناها نسيج انسجة قماش قماش وهدوم وسجاجيد وطبيات انا عندي مثلا فرح عايزة تجيبي سجادة سجادة حمراء وتحطي المفارش وتحطي كده والمستشفيات المستشفيات مثلا كل ملايات السرير والطلاب بيجيلك واحد تكستايل دول ياخد كل الملايات ويحط لك الملايات الجديدة مغسولة تانية واغسلها وتبقى كل يوم يعني ليه جدول معايا كل كام يوم يجيب لك الملايات بياخد القمصان ويغسلها ويجيب لك قمصان تانية والابرونز والبلاطي والكلام ده. حلوة الفكرة دي عشان انت ما تجيبيش ناس ما تجيبيش مغسلة وتجيب ناس يغسلوا وتوجع قلبك. كل القمصان بتاعتي بتاعت الشغل بتاعت وول مارت والبنطلونات بنطلون بيرز والبنطلونات والتيشيرتات بيدوني كل اسبوع عندي 11 قميص و11 بنطلون مغسولين كل ما واحد يتوسخ يحط اروح احط المغسله في اسم عليه وفي رقم وكل حاجه دي زي الدراي كلين دي زي الدراي كلين زي المغسله ده هو دراي كلين ومغسله وكمان بيأجر لك التشو بيأجر لك التكستايل بيأجر لك يعني البطاطين بتاعت السجاجيد وكل حاجه بيدفع عليها اكتر يعني بتوفر عليكي بتطلعي فين هنا؟ لا لسه ستريت لمدة 4 ميل بتطلعي فين بقى 4 ميل؟ هتكمل على الطريق 10 ايست برضه مفيش حاجة تانية شغال قدام بيت مايكل جاكسون تخيل تكون شغال قدام بيت مايكل جاكسون يعني شغل مكانها حلو السؤال هي جايبة ترخيص من حد الحكومة ولا ممكن يجي من لسه ماشيها شغالة من سنين شفت لك قاعدة هنا يوم ما مايكل جاكسون مات من 10 سنين يعني وقبل كده كانت قاعدة يعني هي بتقول انا كنت موجود هنا من زمان وكانت بتشوف يعني شوف بقى لها كام سنة قاعدة في نفس المكان تلاقي لما كان عايش كان ممكن تكون بتكسب اكتر انت عارفة ايه شكي مش عايز اشك يعني الشركه دي الخريطه دي هتلاقيها موجوده في ريست اريا فري ما تقدرش تشارج عارف لما انت كنت قاعده على الثلج
ورحت انا وقفت وجبت لك شويه حاجات تحطها على طول قدامك، دي هتكون موجوده في الاماكن اللي زي كده. طب ويا مين هيشتريها منها لو هي موجوده هنا؟ انا بقول لك ان هي مش شاري، ما بيشتريش عشان الخامه، بيشتري بيقدر الانسان اللي واقف. ان انت جيت في حته مقطوعه وفي انسان بيقعد وايه قعد معاك دقيقتين يكلمك وكلمتيه وعملت علاقه سريعه، وعلاقه مش هتطول يعني كام دقيقه بتكلم انسان. التجربه الانسانيه دي تحاولي تقدريها بطريقه على حسب يعني ظروفك وعلى حسب تقديرك لتفاعلك مع البشر. بس الخريطة الذكاء ملهاش أي قيمة أكتر من إنها أنت بتستخدميها كنوع بتقول يعني أنا مش هدفع لك فلوس لله في الله، هدفع لك فلوس مقابل حاجة، بس كنوع من التبريد يعني. بس هي قيمة الحاجة اللي أكتر من هي بتحكي قصص، بتحكي لنا قصة عن أخوه هو جرمين. أول القصة وبعد كده أطول منها عشان بتكلم كتير. هي برد بتلغي برد هي وسيلة تغيب لها انا كنت عايز اعرف بقى من اللي قاعدين جوه البيت. هو اصلا البيت ده بتاع واحد اسمه محمد حديد، يعني لو مش مأجرينه لحد يبقى هما اللي قاعدين فيه. هما مين؟ محمد حديد وأسرته اللي هي عنده جيجي حديد وأختها مش عارفة اسمها ايه. قد سميه دلوقتي سميه دلوقتي بينه وبين شاينا تاون قد ايه؟ 5 ميل. بقى طب لحد دلوقتي ما بتبقاش تطلعي فين؟ بعد ميل هتخش على طريق 10 ايست.
10 ديسك راح نكمل يعني. دي داون تاون؟ دي داون تاون شاينا تاون في الشرق احنا هنا غربها احنا هنا في اتجاه المحيط انا وراك المحيط في 17 مليون او 12 مليون ما فيش ولا يفتح فيها فيوتا غير نحن، ولذلك اي واحد اول ما يشوف يفتح فيوتا بينفجر يجي عايز يحط عينه يدخل عينه جوه جوه. فاكر اللي كانوا واقفين على ال 1000 feet use the left lane to stay on I-10 east. ومش مصدقين ان في حد من يوتا ممكن يمشي يعني يسافر المسافه دي كلها عشان يجي كده. بس مش كان مش يوتا قريبه من use the left lane to stay on I-10 east. 10 ساعات. يوتا ليها كده صحر، صحر زي الصحر اللي انت بتشعر بيه لما تسمع عن يوتا من مصر. حاجه مش معروفه، مكان مش معروف، حتى مش معروفه، الناس مش معروفه. Continue on I-10 east for half a mile. يعني حاجه غامضه بتثير اهتمام الناس. وهنا الناس اللي في كاليفورنيا، مين المجنون اللي عايش في يوتا؟ وعندي في كاليفورنيا. ايوه بس كاليفورنيا فيها كل حاجه، فيها كل حاجه وفيها كعبله جامده يعني. اللي عايش فيها بالكعب الكعبله السوداء ما اعرفش يطلع منها. بس فيها شيء فيها كويسين. انا شفت البيوت بتاعت اللي فوق الجبال كلها دي، ما اكيد دي ناس عايشه يعني مبسوطه. بصي ده كده اللاندسكيب بتاع لوس انجلوس. نيويورك قد الحته دي كده مثلا، قولي 100 مره ممتدة على عرض المباني الطويله منهاتن. دي كل لوس انجلوس، وهي الفرق بينها وبين نيويورك ان لوس انجلوس ممتدة على الافق مش راس. مكاتب وصلات 600 feet. Use the left lane to take the California 110 north exit toward Pasadena. شركات مقرات، شركات كبيرة. Use the left lane to take the California 110 north exit. California 110 north for 2 miles.
ايه اللي جنبك ده على طول؟ ايه الاخضر ده؟ الاخضر؟ مش عارف فين اصلا، مفيش اي علامة. الاخضر ده معرفش. بص استيبو هناك، اه استيبو سنترو ده جزء من التركيبة بتاعته. ايه ده الظهر بتاعه؟ مقدرش اقولك بالظبط ايه ده، ده حاجة انا معرفش المبنى، معرفش بس هو شكله كده استاد. انا مكتوب عليه اهو دلوقتي حاجة ثيتر مش كده؟ سنتر. سنتر اخيرا. كونفنشن سنتر. كونفنشن سنتر يعني بيبيع ايه؟ مقر اجتماعات الناس الكونفنشن، لوس انجلوس كونفنشن سنتر. اه يعني اكبر مجال ده يعتبر اكبر قاعه مؤتمرات في لوس انجلوس. لما يجوا بتوع رئاسه جمهوريه، قصدي حزب او رئاسه، او عايز فيه مثلا 50,000 واحد يجتمعوا ويسمعوا خطبه وكده وتقصير، كان ده كونفنشن. كل مدينه يبقى فيها مقر مؤتمرات كونفنشن سنتر ويتأجر، زي تقدر تقول عليها صالة أفراح أو صالة مؤتمرات. حلو المبنى ده. حلو المبنى ده. ادي اول داون تاون اكزيت، نطلع فين احنا؟ ادي ستيبل زون. فين؟ جنبك عامل ايه؟ ستيبل زون شفتها؟ الحمرا اللي فوق. هنطلع اكزيت دي احنا بعد ميل ونص، مش هنطلع اكزيت ولا حاجه، هنكمل 110 ونص. هنطلع يعني كم المسافه كلها من هنا لهناك؟ كام؟ 2 ميل ونص. كل مسافه 2 ميل ونص؟ In half a mile, use the left lane to follow signs for 3rd Street, 4th Street. هنا مشكلة كبيرة تجيب لي اسمه، مفيش حاجة لأن احنا هنا ده. اه ده ماشي، أنا شايف البيضة. يلا. ثيرد وفورث. ثيرد ستريت وفورث ستريت.